أهلا وسهلا فيكم في قناة اليوميات طبعا تونا جايين بيت الوالدة اللي هو بيت مين؟ جدتي. ايه وعندنا ويكند حافل هالاسبوع لان عندنا بعد اجازة مطولة وعندنا مناسبات مهمة واشياء مهمة فاسبوع حافل. اليوم راح نصور لكم فعالياتنا في الويكند وايش نسوي وايش الحوسة اللي نسويها والاشياء اللي تصير طبعا هذا اللي يصير اليوم اللي راح نسوي لكم اياه. هذا دائما احنا كذا يعني فعالياتنا كذا تكون فيها هيصه وفيها وناسه وفيها من ضمنها وش فيها هيفا؟ ترندات ترندات تيك توك اشياء كثيره، بس بنقول لكم ترندات. فكملوا الفيديو، شوفوا الفيديو كامل وعرفوا ايش اللي احنا راح نسويه اليوم. وقبل لا نبدا هذا الفيديو لا تنسون تحطون لايك وسبسكرايب والكومنت والشير وفعلوا جرس التنبيه عشان وشو يصلكم كل جديد. طبعا اكتبوا لنا بالكومنت ايش فعالياتكم، اشياء ثانيه ممكن تسوونها انتم تسوونها عشان ناخذ افكار منكم وانتم تاخذون افكار مننا في هالفيديو. اكيد انكم دائما تجتمعون عند جدتكم، بنات خالاتكم، بنات عماتكم، ففي فعاليات تصير كذا. احنا مرات نسوي العاب بعد نلعب، صح هيفا؟ على حسب الويكند، اي على حسب، كل ويكند له شيء جديد يعني. خلونا نبدا الحين وتشوفون يومنا كامل. هيفا نشيك على الطاوله، يلا هيفا افتحي باب فيك عيونك. لا الله الله، باقي بس مشوي اليوم كذا مسوين يعني كذا بيننا احتفالية، بتعرفون المناسبة ايش. الله محشي، بعدين تعرفون ايش المناسبة، مو يعني عزيمة، لا اكل عشاء عادي منزلي، عشاء بيت. وهذا محشي بعد، وهناك خلي هيفا افتحي سلطة، هذه سلطة بالزهرة. إذا طلعت زينة بعطيكم وصفتها إن شاء الله، تشوفون سناب تلقونها بسناب الوصفة. وباقي شو اسمه المشوي، نروح نشوف يشيك على المشوي. هذا المشوي باقي شوي، شوفوا هنا جهزناه. الله يا مريم، الله الله الله، هذه وراء الكواليس، طباختنا وراء الكواليس. وهذه وراء الكواليس. يلا عشان نتعشى. أول شيء وريهم، ما أدري وش ذا، بس هذا الحلة. كذا طبعا خذيت أندومي، هذا الأخضر مشتريته كم يوم، أسوي لي إياه بعدين إذا قدرت أصور لكم أنا قاعد أسوي. طبعا قاعدين ندور بسكوت شاهي أو دايجستيف، جينا تخيل وما قاعد. هذا أهم شيء بالحلف، أبشركم لقيناه. شو رأيكم هيك، هذا أو هذا؟ أحس هذا دايجستيف طبيعي. طيب خذي، طبعا أنا بأخذ لي شيبس، ماما تبي دوريتوز. أو ماي جاد، هذا صديقتي تمدحه، دوريتوز بس تاكيز. وتراي ناخذ هذا نجربه. وين ماما تبي وخري، ماما تبي دوريتوز. دوريتوز بالجبن. طبعا صديقتي قالت ان هذا طعمه زي التاكيز، فقلت بجربه لان اصلا ما في تاكيز، فبقول لكم اذا حلو ولا لا. مستحيل نجي بقاله ومريم ما تقول ابي خضار. اول شيء بطاطس، بعدين بصل لتوس. اوكي وين اللتوس؟ خس خلنا ندوره. هذا تخيلوا، احس باننا خلصنا، طلع لنا لا هي تبي بعد اغراض، ما ادري ايش تبي، ودي اعرف وش ذا الحاله اللي تبي. خبز، او ماي جاد. طبعا انا ومريم بس نمشي ونلاحق حياه، تبي نستلا هذه. هذا المكان دخلناه 20 مره،
تدور نستلا وين نستلا؟ او ماي جاد ريتا شوفوا ريتا هذا هيا شوفي ريتا وريتا هذا ترى اول مره اشوف هذا الريتا هو مغطي اصبعي شوف هذا الريتا غريب وهذا اول مره اشوفه هيا شوفوا الكولا ما احس انه طعمه حلو الصراحه طولوا مريم مريم ما ادري ايش تسوي الصراحه انا بس قاعده اصورهم وش ذس كيري وان ولا ديت وان ذس ما ادري وشو خلاص تيك ذس ها من تو اي دونت نو تيك تيك خلاص وان اخذت قهوه ستاربكس كراميل هذا انا ذقتهم كلهم انا ذا واحد الصراحه الكراميل باخذه عشان اشربه بكره الصبح شوفوا تملت عربيتنا احنا جايين عشان الحلا هيا وهيفا رجعوا من السوبر ماركت وشوفوا الشارع يا هيفا وريهم يا هيفا هذا تقول نفس التاكيز بس دوريتوس تسوي خلطه الحين ما ادري صراحه وش الخلطه الله يستر الله يستر يا هيفا تجيك نزله معويه ولا شيء ايه بتحطين ليمون وشطه ايه شطه استغني عنها هذا حار هذا نار هيفا اي والله جد يلا حطت اثنين ملز خلوا ملح هذه من ضمن فعاليات الويكند دايم كذا نروح سوبر ماركت نشتري خرابيط نسوي فعاليات نشتري نسوي حلا وش بعد خلطات غريبة وبعدين ايش بتسوين لحظة ما ادري بشوف كذا تيك توك شو مسوين بحط يعني بتحطين خلطة وتخلطينها وتاكلينها بملعقة عسى تصدميني ايه لا ما صدق اجي شلون باكله حاسس بصحن جاي اشوف البنات وش هالضبوا ماما نبي نشتري سناكات من البقالة ونبي نشتري ما ادري ايش هاي صح النوم صباح الخير برتقال مين اللي شاري برتقال وخبز وريني هيا ايش سويتي الله يا هيا تسوي لنا وش هذا ايش فراوله هنا هيفا جايه تحوس في الثلاجه شوفي بوريك شريت شريت اندومي اخضر مش تيشر ايه هيا هنا تحوس وكل في جهه يحوس ماما فعاليات العطله كل عطله كل ويكند كذا وحين عندنا عطله مطوله الاحد يعني ما في دراسه الاحد ف شنو يعني هذا؟ الله تشيبسي المفضل هذا. هذا انا بعرف هذا وش سالفته هذا هذا ليش هنا محطوط؟ سوينا الحياة هذا اي سفنا صالح وهذا اي وهي شرت هذولي شوكولاتات وشرينا قهوة عشان نروق بكرة بكرة انا حطيت نور كذا اوكي اوكي يلا هذا اهم شيء جابوا لي هذا انا احبه هذا مع صوص مرمو. سويته مرمو. وعندي بعد هالاسبوع عمل عند صالح في عمل عمل في المدرسه طالبينه وبنخلصه هالاسبوع الويكند ان شاء الله لان احنا نحب نخلص الاعمال في الويكند اكثر مجال من هذا شوفوا هيفا مريم خربت بعد شوفوا ماخذه هذا لعبه قالت لها هيفا ترى هذا مريم تاكي ترى بس شكل ثاني وراحت اخذت منه دقي يلا شوفي لا مو نفسه دقي 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 حار ترى مره ايه احسن بعد ما شاء الله عليك يا مريم ما شاء الله عليكم هي تفتح الثلاجه ايش تاخذين بعد وشو اوه ريتا لازم ترى حين خذيت هذا ما يدخل حقيني بس لنا شوي ولا هي هيا مريم تراي يلا خلصت خلطة هاي فورينا اياها ذوقيها ذقتها انا بس حطيت ليمون عليها بس احنا ما في اشياء لذيذة لذيذة مرة هذا فيك قال بعد ما ثاني بعد مبسوطة انت تعطيك خلطات كلها سبايسي ها مبسوطة حلوة لذيذ ولا يعني هذا عمل صالح طبعا راح اسوي له انواع التنوين شفتي هذا هنا اوكي راح تكون العنوان كلها طابعته الصراحه اريح وهذول وريني هذا تنوين افتحي مريم حطي واحد هنا خلي مكان وين الكب كب وين مريم وانت يو ايت شفتي كذا
اعطيتيها اكلك ها اللي تسوينا ساعه ما عجبني. ليش تخلطين؟ طيب لو ما اكل كل واحد الحالة مو احسن؟ لا حوسه الحين. طيب سويهم هيفا زين، بس ارفعي هذا شوي، ارفعي الوان 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 الوان. جيبي التنوين بسويها وارجع لكم. وين وين تحب اليونيكورن؟ مره تموت على اليونيكورن. حلو مره يا جنة هذا. شوفوا الفكره راح تكون كذا، بس طبعا خلي سكري الباب جنة، سكري الباب. طبعا راح نغلف الاكواب كل واحد على لون، يعني هذا مثلا هذا الاحمر راح يتغلف، ازرق راح يتغلف، تشوفونه بعدين باخر شيء النهايه، بس يبيلها قص لانه صايره اللوحه صغيره من طالعه من فوق، فهمتوا؟ هذه فكره اللوحه. وراح نحدد هنا، راح نسوي اشياء بتشوفونها في النهايه. اهلا اهلا صالح، الفتره اللي راحت كان تعبان واليوم احسن. قصر قصر حبيبي قصر، شلونك اليوم احسن؟ لا راحت الحراره. امس كنا في الطوارئ، بحط لكم صور تشوفونها، كانت حرارتها 39.5، عرفتوا اللي وجهها احمر وعيونها حمراء، مره كان تعبان. ها حبيبي ايش تحس فيه اليوم صالح؟ يوم جاي نام على اساس يعني 8 نايم كالوقت العادي اللي نام المدارس، فجأة الساعة 11 قام تطريش استفراغ اليوم كله، مرة مرة يعني ورا بعض ورا بعض، لدرجة انه ما نام الى الان، الساعة 3 ما نام، فاضطريت اخذه للعيادة اشوف يعطونا شيء على الاقل يهدي التطريش، يعطونا ما ادري، مرة تعب حرام. شوي ما يصير حبيبي تشرب موية عشان انت ماخذ ابرة، تقول شوي. طبعا دخلنا على الدكتور قال في فيروس، لأنه ما في نزلة معوية الحمد لله، لأنه ما في حرارة ولا في شيء، فيروس يقول إن الفيروس هذا يمكن براد داخله أو شيء، لأنه كان مزكم أصلا، فطلع فيه جفاف مرة شديد. ها حبيبي وشو؟ معلش معلش، فأعطيناه محلول عشان الجفاف وإبرة وإبرة التطريش، وأعطناه شيء ثاني حق البطن وكذا، وإن شاء الله يقول يعني إن شاء الله يرجع البيت أحسن بإذن الحمد لله. يوم خذ المغذي شوفوا هنا، بدأ شوي صح صح، يقول لي ماما جوعان، شرب موية الحمد لله ما استفرغ. حلا جهز، أنا ما أدري كيف الطريقة، ليش كذا واحد يحط علقة إيه؟ مين يبي أول شيء؟ طيب شلون طريقته؟ قولي هيا أول شيء خلال ما أنت تغرفين قولي. حلوة تغرفين، تحطون هذا بسكوت دايجستيف، صوص خلطة شو اسمها تشيز كيك، بعدين صوص الفراولة. الله يا هيا والله فكرتك حلوة مبدعة يا هيا، الله خلي التيك توك. ها شو رأيك بالفكرة الحلوة؟ حلو بس أنا ما أحب التشيز كيك. ذوقي طيب، ليش ما تذوقينه؟ الساعة كم؟ الساعة 12. صالح نام وجنة توها تقوم، توها تقوم من النوم. أنت توك تصحين؟ صباح الخير صباح الخير. خلونا نشوف العمل إيش صار عليه. هاي مريم لزقتي؟ لا ما لزقتي لسه. حطيتي شوفوا هذا شريته اليوم، اللزاق الأسود، قلت عشان كذا نحددها أفضل كشكل يعني. رايكم الحين باللزق؟ طبعا شوفوا هذه راح نلبس الاكواب على الالوان، الوان الفتحه والضمه والكسره. شوفوا اللي هنا الساعه 12 وقاعد تسوي من جدك اندومي. اندومي اجل يعني ايش تسوي؟ كذيك شيء شيبس شي. ترى هذه الساعه خربانه. لا اي هنا الساعه خربانه. ها شوف الساعه 11 12 و 18 دقيقة. أنا ما أحب سبحان الله الأندومي تستوي مرة يا هيفا. خلاص كذا زين كذا زين، خلاص طفي عليها. يلا هنا مريم رجعت أشيك على الكاس، ورينا يا مريم سوي الكاس. شفتوا كذا راح يكون هنا عند الأزرق، حطي عند الأزرق كذا راح يكون، شفتوا راح يكون كذا مرة حلو. شفتش وأنت شو تسوين أنت؟ ها تلونين بعد؟ إيه شف شف بس سيم فيش؟ إيه بحر نفس البحر. إيش سيم the sea or the river or أو شو اسمها lake؟ لا lake أحس.
اوشن 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 ليك يمكن لونه بني مرات صح براون ماما يو سي فروم ذا توي از ذا فيس از بلو يا بلو سم تايم صح يا ايه شوفوا هنا سوينا الاخضر بيكون مع الاخضر بوريكم الامل وينه اي هذا هو شوفوا خلصنا بشركم شفتوا كيف هذه طبعا هنا راح احط داخل الاكواب راح احط اعواد تكون هنا اعواد وفيها كلمات تنوين فتح وهنا كلمات تنوين كسر وهنا تنوين ضم فهذا عمل صالح ايش رايكم فيه مره يو هذا لازم احط الزيت تبين زيتتي لازم لان هذا اللي طلع الطعم حركي ذوقي حركي ذوقي انا ما احب الزيت يحطونه لانه مره ثقيل وما اضمن صراحه ما اضمن يعني شوفي ذوقي بدونه اذا ما طلع حطي شوي بس شوي بس مو لازم طبعا لازم انا احط سبايسي ما ادري يعني لازم لا تحطينه كله مرة حار يطلع لك يومنا طبعا لازم يعني بيت جدتي نسوي فعاليات ترندات هذا العاده يعني نروح نشتري واكلات ايه كل يعني عادتنا اذا كنا ببيت اهلي انا لازم هذا تشوف روتيننا كذا نرقص نشوي مرات كذا سمك مرات نشوي مدري ايش مرات نسوي ترندات التيك توك البنات يكونوا مجهزين اشياء يروحوا البقاله يشترون ناخذ اكل لليل شيبسات صوصات يعني هذا عاده يعني يكون يومنا حافل خاصه اللي صار بعد عندنا اجازه مطوله الله كذا راح نختم نختم معكم هذا الفيديو ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب سووا لايك لان اللايك راح يخلي اليوتيوب يقترح فيديوهاتنا وتزيد مشاهداتنا ونستمر معكم نسيت شلون اختم الفيديو بس لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد وباي